سنة وعارف ان كان انا عندك ساعتها اصرار انك قلت له ان انا هرجع النادي الاهلي تاني. قلت له والله العظيم قلت له هرجع. انا رحت ايه يا كابتن الموسم ده لما رحت لكابتن امام محمدين، كابتن امام محمدين جاب والدي قال له انا هخليه احسن لاعب في مصر. كابتن امام محمدين وكابتن سيد ياسين يعني 20 ماتش بالظبط في اول في الموسم اللي انا اول مشيت النادي الاهلي جبت فيه 36 هدف ما شاء الله في قطاع الناشئين، في قطاع الناشئين في الدوري الجمهوريه. فبعدها بقى رحت طلعت فريق اول. دي كانت الانطلاقه بقى. طلع فريق اول عنده 17 سنه واعتقد 16 سنه ونص. 16 سنه ونص كان اول ماتش، كان اول ماتش ليا قدام النادي الاهلي كمان. طب احكي لنا بقى اللقطه دي، احكي لنا اللقطه دي. والله كان انا كان يعني كنت صغير، فكان كل اللعيبه كان يعني كان كباتن كبيره طبعا، كان كابتن عبد الزار السقا، كابتن حمد ابو العيله، عادل مصطفى، كابتن عمرو فهيم. مين اللي لعب عليك في الماتش ده؟ لا انا كان بيلعب عليا كابتن وائل جمعه كمان. انا كنت صغير. اي لا انا عندي صوره لسه، والله عندي صوره محتفظ بيها كابتن، الكابتن وائل جمعه كتفني فانا كنت صغير. فانا بصيت قلت له كابتن، قلت له كابتن هو في ايه كده وانا في الماتش؟ قلت له هو في ايه انا صغير بقى فاهم؟ كتفني كده. وبعدين وائل ما بيهزرش لا خالص، انا اصلا مش عارف اقول له ايه. وانا طبعا بلعب بقى قدام طبعا النادي الاهلي، كان كابتن ابو تريكه، كان حسام غالي، كابتن احمد فتحي، كابتن وائل جمعه، كان في يعني تاريخ ونجوم كده وانا معاهم وانا صغير، فكنت لسه برده يعني شويه. فبعد كده لعبت كسبنا 1-0، كان رامي ربيع جاب الجول في نفسه يعني يعني طلعناهم من الكاس. ده كان مباراه كاس. كان مباراه كاس اول ماتش بس، فما كنتش هبدا اصلا. بس اليوم ده ان حظي ان كابتن ابو العيلة والدته الله يرحمها توفت، فكابتن مختار جابني يعني. قال لي بص هتلعب ولعب براحتك ما تخافش واعمل اللي انت عاوزه. اعمل اللي انت قلت له حاضر يا كابتن. كابتن مختار برده قال لي يعني انطلق. انطلق. لا انطلق. خلي بالك طبعا هي